انا اسمي طارق لبيب، الكوتش الهيد كوتش بتاع نادي هلاليدو مصر، طبعا دوله مصر. جينا نشارك في بطوله دبي الدوليه، كان سبقنا النادي الاهلي السنين اللي فاتت، فعرفنا البطوله كويسه وفيها مستويات كويسه، فالحمد لله ربنا فانا شاركنا في فريق اللي هو 16 17 ولاد وبنات. احنا عاملين عاملين كويس، احنا عاملين في المرحله الاولاد حوالي 5 ميداليات ذهب وثلاثه فضه واثنين برونز، ان شاء الله بننافس على كاس المرحله ان شاء الله. والبطوله جامده، فيها 45 نادي و650 سباح، يعني مشاركة قوية، فعندي سباحين كويسين، والبنات برضو بنافس من الأول للتالت، من التاني للتالت في المرحلة. البطولة مستوى قوي جدا، أو يعني أتوقع أنها بعد 3 سنوات تبقى مستوى قوي. هم ناقصهم أو اللي ناقص يعني إشراك عدد أقوى، مش عدد أكبر، عدد أقوى من الأندية القوية. لو اللي اتحقق التارجت ده خلال 3 سنين هتبقى بطولة جامدة جدا، وهي أوريدي بطولة مؤهلة للأولمبياد وبطولة مؤهلة لبطولة العالم وبرشلونة. فان شاء الله يعني 3 سنين لو ركزوا ان استضافه انديه قويه زي النادي الاهلي المصري، زي نادي الجزيره، زي سبورتنج، زي نادي المعادي، والانديه طبعا اللي في الدول العربيه كلها القويه، هتبقى بطوله جامده جدا. محمد سائر، هيد كوتش لنادي جزيره ونجاح ومدرب وطني للمنتخب اللبناني. الحمد لله كانت تجربه منيحه، والشباب كانوا عم بيعطوا احسن ما فيهم، متعبه لانه عم بيكون نهار كثير طويل، عم بيكون عنا شفتات قبل الظهر وبعد الظهر، بس الحمد لله المستوى كتير عالي، ونحن عم نجرب قد ما فينا نكون مستوى، وصلنا جايبين كذا ميدالية بين ذهبية فضية وبرونزية. لا اسم الله كان كله تمام، يعني من ناحية التنظيم it was perfect، بس الوقت المحشور اللي عم نكون مضطرين فيه يكون من الساعة 6 الصبح تقريبا فايين، لنضلنا ساحبين للعشرة 11 بالليل، هذه عم تكون شوي مزعجة، بس هذا سيستم بطولي، مش بس البطولة حيلا بطولة، بالعكس يعطيهم عافية الشباب، كانوا عم بيعملوا كل شيء ما لازم يعملوه أكثر من اللزوم. يعطيكم العافية انتم كمان. الثالثة للسباحة 2013، وهنا يسلم الدورة السيد دكتور أحمد القاضي. Ladies and gentlemen, this trophy is presented to the organizing committee, presented by Captain Mohamed Zinati. He's a world champion in the open waters, Dubai. Take the trophy right here. Hamilton and Heliopolis. In the third place, it is Lebanon. In number 2, Hamilton Echo Lakes, Dubai. In the second place, right here, it is Malahid Russia. And in the first place, 18 years and above, from Australia, she's the only one representing us. In number 2, it is... Gas of the North, Ghazi Shuman al-Iraqi. In number 2, ladies and gentlemen, it is Gas of the North, Ghazi Shuman al-Iraqi. The big trophy on the chess championship going to the best.